ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده يا بنات مقارنه ما بين الشفرات بتاعت ابو يوسف والشفرات بتاعت فلامينجو، شفرات اصليه وشفرات يعني صيني او مش عارفه ماركتها ايه. صيني، بتاعت ابو يوسف صيني. فالنهارده هنعمل ريفيو او مقارنه ما بين الشفرات ديت من حيث السعر والاستخدام وانهي فيهم احسن، وفي فرق شاسع جدا 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 ما بين سعر ديت وسعر ديت، فيعني ايه السبب في ان يكون السعر دوت بالمنظر دوت. فبس كده من غير رغي كتير، يلا بسرعة 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 على الفيديو. اول حاجة يا بنات، دول الشفرتين اللي انا بتكلم عليهم، شفرة فلامينجو وشفرة ابو يوسف. دي صناعة مش عارفة انجليزي او ياباني، حاجة كده مش عارفة بالظبط. تمام، دي اصلية ودي صناعة صيني. تمام، دي سعرها يا بنات 100 وحاجة، 150 130 على حسب بقى السيلر اللي بتبيعها او المكان اللي انت بتجيبيه منه. ودي سعرها 10 من 10 ل 30 جنيه. تمام، يعني ديت من 100 ل 150، ودي من 10 ل 20 جنيه او 30 جنيه. خلاص، دي انا مستخدمة منها 2، ودي انا مستخدمة منها 1. فكونت رأي كويس، اقدر احكم على الاتنين، اقدر احكم نجيب انهي ونوفر فلوسنا، ولا دي هتبقى افضل ولا دي الافضل. فالنهارده هنتكلم في الموضوع دول. طيب، شفرات ابو شفرات يا بنات فلامينجو الاول، هي بتيجي 3 مع بعض بالمنظر دوت في الباكت كده. خلاص، دي الحقيقه لسه ما استخدمتهاش، لسه جديده يعني، انا استخدمت 2 اهي. بصوا، حتى لايقه مع لون المانيكير. تمام، بتيجي بصوا بتتفتح كده اهي، الشفرات بتاعتها مشرشره اهي. خلاص، بتعملي بها الوش والحواجب والرقبه وتظبطي بها الدنيا. الشفرات ديت يا بنات سهله في الاستخدام، كويسه، ما بتعورش، ما بتجرحش البشره، ما شفتش منها اي حاجه وحشه، سريعه، منجزه، ما فيش حاجه انا شفتها منها وحشه تخليني ما استخدمهاش، او تقول اقول لا يعني انت مش كويسه، او شفت منك مشكله، او بتطلع حبوب، او بتخلي البشره تبقى ملتهبه او اي حاجه. بالعكس، كويسه، سهله في الاستخدام، بتدير الشعر كويس جدا. طبعا مش بتديره من الجذور زي ما انا اتكلمت قبل كده في فيديوهات قبل كده، بس بتنضف البشره، بتشيلك كمان الجلد الميت على خفيف. تمام، فالشفرات بتاعه فلامينجو حلوه قوي قوي قوي، انا ما عنديش معاها اي مشكله. بس اللي يعني خلاني استغربت شويه، ان الشفرات بتاعه ابو يوسف من 10 ب 30 جنيه، وحلوه قوي زي فلامينجو بالظبط. بالظبط يا بنات، صدقوني انا استخدمت دي واستخدمت دي، ايه الفرق؟ يعني دي حلوه قوي، نفس المميزات، نفس كل حاجه. خلاص، انا شايفه بس حاجه مختلفه، ان الشفرات بتاعت دي شويه، تمام، دول كده الحته دي اصغر من بتاعت فلامينجو. فدي بالنسبه لي حاجه كويسه، ان انا اقدر اجيب بيها الحتت اللي زي كده ما بين تحت الحاجب. فانا بالنسبه لي بصراحه بتاعت ابو يوسف دي بيبقى شكلها برده مشرشره، نفس هي فلامينجو. تمام، بتتقفل بالمنظر دوت، يعني سهل تستخدميها وانت مسافره، وانت بره، فسهله جدا جدا معاكي في الاستخدام، بتتقفل بطريقه محكمه، مش هتخافي عليها تعورك لما تحطها في الشنطه. بتشيل كل الشعر كويس، بتشيل الشعر الوبري، بتشيل كمان الجلد الميت اللي بيبقى في بشرتك. فبجد الشفرات بتاعت ابو يوسف ديت حلوه قوي قوي مقارنه ما بين الشفرات ديت. فلا يعني هي بالظبط، انا شايفاها هي بالظبط. فانا ايه اللي يخليني اروح ادفع في منتج 150 جنيه بحيث ان انا ممكن اجيبه 10 20 30 جنيه، يوم يبقى غالي جدا؟ فيعني ايه اللي هيخليني اعمل كده؟ فبجد الشفرات بتاعت ابو يوسف حلوه قوي قوي قوي، ودي كانت اول مره اجربها، وبجد هجيب منها بعد كده على طول. وشفرات فلامينجو عادي انا ممكن اجيبها، ما عنديش اي مشكله، بس مش هروح اشتريها بصراحه تاني، مش هروح ادفع 150 جنيه وانا عندي منتج ب 10 جنيه زيه بالظبط. دي لو جاتني هديه، لو اي حاجه اوكي، لكن دي انا عادي جدا ان انا استخدمها او اشتريها، ما عنديش فيها اي مشكله. فبجد كنت حابه بس افيدكم بالموضوع دوت، عشان في بنات بتروح تتهافت ان هي تجيب المنتج اللي الكل بيتكلم عنه ان هو حلو. انا ما قلتش عليه ان هو وحش، انا قلت ان عليه ان هو حلو جدا، بس في منتج تاني قصاده تحفه جدا جدا جدا، وبيقضي نفس الغرض المنتج الغالي. فانا حبيت بس افيدكم يا بنات،
بس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني. بحبكم جدا، باي باي.